مساء الخير. التفكير الاستراتيجي اليوم مهارة مهمة جدا للقادة والمدراء اللي بده يطلع بالسلم الإداري، اللي بده يطلع بالسلم الوظيفي، بده يتعلم كيف يفكر على المستوى الاستراتيجي لحتى يقدر يحط خطط، يحط رؤى لقدام، ينقل مؤسسته من الوضع الحالي إلى وضع مستقبلي. يعني من المفترض أنه يكون أكثر إشراكاً وازدهاراً للمؤسسة والمنظمة. ما هو التفكير الاستراتيجي؟ هل يوجد هناك يعني عملية إجرائية منهجية لكي يحصل الإنسان على نمط التفكير الاستراتيجي، لكي يتبنى عقلية التفكير الاستراتيجي؟ بنحاول بهالمحاضرة شوي نسلط الضوء على موضوع التفكير الاستراتيجي، وشو هي أسس وأركان هذه العملية الفكرية، وشو هي مخرجات هذه العملية الفكرية، وكيف تتم. التفكير الاستراتيجي اليوم مهارة مهمة ومهارة نادرة، لأنه بتلاقي اليوم كتير من المدراء، كتير من القادة بيكونوا منغمسين بالأعمال اليومية، بالإجراءات القصيرة، بيكونوا منغمسين بالوضع الحالي للمؤسسة، ما بيقدروا يطلعوا شوي ليفكروا خارج الصندوق بالوضع المستقبلي للمؤسسة، كيفية يعني نجاح المؤسسة على المدى الطويل، كيفية الحفاظ على المنظمة على المدى الطويل. فهذه المهارة اليوم صارت فعلا نادرة، فعلا صارت ثمينة كمان ومهمة. هذه العملية، عملية التفكير الاستراتيجي، تصبح أكثر أهمية كلما ارتقيت بالسلم الإداري والسلم الوظيفي. لما تكون عم تشتغل على اللاين، لما تكون عم تشتغل على الإجراءات اليومية، يمكن ما ينطلب منك كتير موضوع أنك تفكر استراتيجيا، ولكن كلما ارتقيت بالسلم الإداري والسلم القيادي بصير مطلوب منك تنتج رؤى للمستقبل، تنتج خطط للمستقبل، فتصبح هذه العملية يعني مهمة جدا. وعلى الأرجح أنك لن تتطور ولن ترتقي إذا ما عرفت كيف تمارس عملية التفكير الاستراتيجي. كيف تقوم بتنفيذ هذه الرؤى مع فريق العمل؟ يعني عندما تضع الرؤى، أولا كيف تضع الرؤى؟ كيف تولد هذه الرؤى المستقبلية؟ يعني هون تجيب عملية التفكير الاستراتيجي على هذا السؤال، إنك أنت كيف تولد هذه الرؤى؟ كيف تولد هذه الأفكار المستقبلية التي تحافظ على وضع المنظمة في المستقبل وتحميها من المنافسة وتحميها من الزلازل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ يعني كل هذه العملية، عملية التفكير الاستراتيجي اليوم أصبحت من الأهمية بمكان أنه ما في قائد ناجح أو قائد أو مدير ناجح يريد أن يدفع هذه المنظمة إلى الأمام إلا ويحتاج إلى عقلية التفكير الاستراتيجي وكيفية ممارسة هذا النوع من التفكير. لكن ما هو البعد الاستراتيجي بالضبط؟ لما عم أقول استراتيجي، يعني اليوم كتير في ناس تخلط بين الاستراتيجي والتكتيكي والإجرائي والتنفيذي. هون بحب يعني أعطي شوي وصف قال عنه الجنرال سانزو، بتعرفوا الكتاب الشهير اللي عمله سانزو اللي اسمه فن الحرب. بيقول: يمكن لجميع الرجال أن يروا التكتيكات التي أستخدمها للغلبة في المعركة. يعني أنت ترى التكتيكات لأنك بتشوف هذا المقاتل، أما بتشوف هذا الجندي، أما الضابط كيف عم يتصرف بأرض المعركة، ولكن القليل جدا أو من النادر جدا أنه يستطيع المشاهد الخارجي أن يرى الاستراتيجية التي تدور على أساس هذه المعركة، لأن الاستراتيجية تحتاج إلى نظرة شاملة، تحتاج إلى نظرة متكاملة، إلى نظرة من فوق. فهذا شوي يعني لخصها الجنرال سانزو الفرق بين الاستراتيجية والتكتيك. وأنا وضعت لكم جدولا يعني مقارنا بين ما نطلق عليه تكتيكس وما نطلق عليه استراتيجي. عادة التكتيكي يكون قصير الأمد، يعني لما أقول قصير الأمد نسبيا هو هذا عامل نسبي، يعني قصير الأمد من الممكن أن يكون فيه تكتيك يستمر لشهر، شهرين، ثلاثة، من الممكن 4 أشهر، مش قصير الأمد يعني بالساعات. الاستراتيجية عادة ما تكون طويلة الأمد، لأنها هي يعني تهدف إلى دفع المؤسسة، إلى دفع المنظمة كلها إلى الأمام. عادة التكتيكي يعمل برد الفعل رياكتيف، يعني بيصير في عندك مشكلة، بيكون في عندك عمل إجراء، تقوم برد الفعل. ولكن الاستراتيجي يكون استباقيا، برو أكتيف، يعني أنت تتنبأ بالمخاطر
وبتحط لها يعني حلول مسبقة، تتنبأ بالفرص وتضع لها موارد مسبقة. يعني عم نحكي هون الرياكتيف مقابل البروأكتيف، الاستراتيجية بتكون بروأكتيف عادة. التكتيكي عادة ما يكون نظرة ضيقة ومحدودة على أمور بعينها، على أمور محددة، على تاسك، على إجراء، على نظام معلوماتي، على تطوير برنامج معين. بينما الاستراتيجي يمتلك نظرة شاملة، نظرة ترى كاملة الصورة، مثل ما حكينا هلأ بسان تزو، لحتى تعرف كيف عم ينتصر بالمعركة بدك تعرف شو هي الاستراتيجية، ما بدكش تعرف بس شو هن التكتيكات اللي عم بيمارسوها الجنود والضباط. التكتيكي لا ضرورة لإعمال الخيال، يعني ما في ضرورة تقعد تتأمل وتحط رؤى، لأن التكتيكي غير مجرد، التكتيكي يعني هو واقع، هو تنفيذي على الأرض. بينما الاستراتيجي تحتاج إلى أنك تتخيل المستقبل، تحتاج إلى أنك تضع رؤى مستقبلية. هون الفرق أيضا بين التكتيكي والاستراتيجي. عادة ما يعنى التكتيكي بتحقيق الأهداف، بتنفيذ الأهداف، بينما يعنى الاستراتيجي برسم الأهداف، بتطوير الأهداف، وهكذا. يعني عم نشوف هون هيدا عم يعنى بالتنفيذ، هيدا عم يعنى بوضع برسم المستقبل، برسم الآفاق المستقبلية. التكتيكي عادة ما ينظر إلى القدرات الحالية، بينما ينظر الاستراتيجي إلى القدرات الكامنة، إلى الإمكانات الكامنة. كيف يمكن أنه تطلق هذه المؤسسة إمكاناتها الكامنة من أجل تحقيق الأهداف؟ فهذا شوي مقارنة بين التكتيكي والاستراتيجي. نحن هنا نتكلم عن التفكير الاستراتيجي، كيف تفكر لكي تتخيل هذا المستقبل وتشكل هذه الرؤى. عقلية التفكير الاستراتيجي، هذه المايندسيت، هذه العقلية كيف بتنتجها، كيف بتصير تمتلك عقلية التفكير الاستراتيجي. أنا طبعا قسمت هذه العملية إلى أربعة يعني ممارسات بنحكي عنهم بالتفصيل. الممارسة الأولى أنك لا تقبل الافتراضات، يعني عطول بدك تحط أسئلة، بدك تسأل قد ما فيك. إذا حدا قال قدامك والله هذه الأمور تعمل بالطريقة الفلانية في مؤسستنا، في منظمتنا، بدك تسأل ليش عم تعمل، في طريقة أحسن لتصير فيها الأمور، في من الممكن أنه ندخل نظام آخر نخفض الكلفة، أما في موضوع معين نزيد فيه الزبائن، أما موضوع معين نعلي فيه الإيرادات. يعني ما بدك تأخذ الإجراءات الحالية على أنها دستور لا يمكن المس به، بدك تقعد تتخيل استراتيجيا، بدك تضع أسئلة، بدك يعني تمارس الشك شوي بموضوع الوضع الحالي، وإلا لا تستطيع التغيير، لا تستطيع الدفع إلى الأمام. يعني هل يوجد خيارات أخرى؟ عليك أن تبدأ بإثارة التساؤلات، يعني الأسئلة، طرح الكثير من الأسئلة، الكثير من الأسئلة حول الوضع الحالي، الكثير من الأسئلة حول الوضع المستقبلي وغيره. فالمهارة الأولى اللي بدك تخليك شوي تفكر على المستوى الاستراتيجي أنك لا تقبل الافتراضات ببساطة، أنك تطرح الكثير من الأسئلة. الممارسة الثانية هي أنك تفكر خارج الصندوق. يعني أوقات كتير بالأعمال تنغمس يعني بالأعمال اليومية، تنغمس بالإجراءات اليومية، بصير في عندك أنك عالق بدوامة التكتيك، مش عم تقدر تطلع شوي من هالصندوق المؤسساتي، من هالصندوق التنظيمي، تشوف الأمور من الخارج، تنظر إلى الأمور يعني بنظرة محايدة، بنظرة من أعلى، أنك تشوف هالمنظمة من أعلى، تشوف هالمؤسسة من أعلى، لحتى تقدر تشوفها لوين رايحة وين حالتها الحالية. الانغماس بالتكتيك اليومي يعني يخرج القادة عن عملية التفكير الاستراتيجي، يلهي القادة عن هذه العملية. بده يحاول يطلع الواحد أوقات ياخد إجازة، يروح إجازة استراتيجية يقعد يفكر فيها من خارج الصندوق، يفكر فيها من خارج هالمنظمة، من خارج هالمؤسسة، ينظر بعين الخارج إلى الداخل. الممارسة الثالثة التي بتخليك أنت عقلية التفكير الاستراتيجي هي أنك تبقى على اطلاع. يعني اليوم إذا أنت بدك تروح يعني تخلي هالمؤسسة يعني تعمل في السنوات القادمة، وتخلي هالمنظمة
تربح في السنوات القادمة. بدك تروح تشوف شو عم بصير، توجهات حواليك بالبيئة الخارجية، بدك تشوف شو في افترضنا توجهات تقنية، توجهات اقتصادية، توجهات عسكرية وأمنية، لحتى تقدر توائم عمل مؤسستك وتحط استراتيجيات بحيث تتلائم عمل منظمتك مع هالتغيرات الخارجية. لحتى تعرف التغيرات بدك تبقى على اطلاع. أهم يعني موضوع أنك تبقى على اطلاع، في دوريات كتير حتى اليوم موجودة على الانترنت بنسميهم نحن الفيوتشر ترندز، التوجهات المستقبلية. بتلاقي تقارير توجهات مستقبلية بالتكنولوجيا، بتلاقي تقارير جيوسياسية يعني درس جيوسياسي للوضع البوليتيكا اللي حواليك، بتلاقي دراسات اجتماعية، بتعرف أنه هل هالترندز اللي جاي بالمستقبل اللي هتأثر على منظمتي أو ما تأثر على منظمتي. فهذا الممارسة الثالثة بتبني عقلية التفكير الاستراتيجي، هي أنك تبقى على اطلاع بالدوريات تاعت الترندز، بالتوجهات المستقبلية وغيره يعني من المنشورات الموجودة اليوم بكثافة على الانترنت. أما الممارسة الرابعة هي أنك تفكر بعمق وبتأمل. تفكر بعمق يعني أنه ما تأخذ بس السطحيات، بدك تغوص إلى الأعماق، بأعماق هذه المؤسسة، بأعماق هذه المنظمة، تشوفها من الأسفل إلى الأعلى شو عم بيأثر عليها. تشوف الإجراءات، يعني عم نحكي على مستوى اللاين، على مستوى الإدارة الثانية والإدارة الثالثة وحتى الإدارة العليا، تشوف كل هالإجراءات، كل هالأعمال اليومية، تتأمل يعني فيهم بعمق، تعرف انه في مجال للتحسين، في مجال لطرح الأسئلة، في مجال لدرء المخاطر وغيره. فهالممارسات الأربعة اللي حطيتها قدامكم، إذا الإنسان هالقائد أما هالمدير بيتعلم عليهم شوي شوي، لا يقبل الافتراضات المؤسساتية والمنظماتية يعني بطريقة أوتوماتيكية، يطرح الكثير من الأسئلة، أن يفكر خارج الصندوق، يعني يطلع من هالمنظمة يشوفها من الخارج، يلقي نظرة من الخارج على داخل هذه المؤسسة، يبقى على اطلاع بالتطورات والتوجهات ويفكر بعمق وتأمل. هذه الممارسات الأربعة بدها تساعدك أنك تصير تمتلك يعني منهجية وعقلية التفكير الاستراتيجي. كمان في قول حلو كتير بيقول strategic thinking is more than just thinking outside the box, it's also knowing which box to think outside of. انك مش بس تفكر خارج الصندوق، تعرف اي صندوق بدك تفكر فيه، يعني تعرف اي عمل بدك تفكر فيه، ممكن تغير موضوع يعني البزنس موديل كله لهذه المنظمة، كل هالمؤسسة، اذا اضطريت، اذا لقيت في خطر حقيقي على هذه المنظمة وعلى هذه المؤسسة. التخطيط الاستراتيجي مقابل التفكير الاستراتيجي، يعني اليوم بنعرف انه في شيء اسمه استراتيجيك بلانينج، وهلا اليوم عم نحكي عن شيء اسمه استراتيجيك ثينكينج. كيف بيفرقوا عن بعضهم وكيف بيتكاملوا مع بعضهم هالممارستين يعني الاستراتيجيتين؟ التخطيط الاستراتيجي عادة هو عملية إدارية يعني تحدث كل سنة، أما كل دورة استراتيجية من الممكن يعني بعض المؤسسات والمنظمات تعمل جلسة استراتيجية كل 3 أشهر، كل 6 أشهر، ولكن هذه عملية إدارية تجتمع فيها القيادة، تجتمع فيها الإدارة العليا. التخطيط الاستراتيجي عادة ما تنعكس آثارها على الفترة الزمنية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية، يعني أنا عندي خطة استراتيجية لخمس سنوات، أبني الاستراتيجيات لهذه الخمس سنوات، وبكون في عندي طبعا نظام لقياس نجاح هذه الاستراتيجية أو فشل هذه الاستراتيجية. عادة ما تركز عملية التخطيط الاستراتيجي على الماهية، يعني ما هي الأمور التي نحتاجها من أجل ضمان يعني استراتيجية ناجحة، ما هي الأعمال، ما هي الأهداف، في إلها هيكلية بيكون التخطيط الاستراتيجي، في بيطلع عنها خطة، بيطلع عنها نموذج معين. أما عملية التفكير الاستراتيجي هون يمكن أي فرد بالإدارة العليا، أي فرد من فريق الاستراتيجية يتبنى عملية التفكير الاستراتيجي بشكل يومي بحيث تنعكس على طريقة أدائه وطريقة توليده للأفكار الجديدة. هذه
عملية التفكير الاستراتيجي تنعكس آثارها على هذا الفرد، يعني هذا الفرد بصير هو يتطور يعني على المستوى القيادي ويتطور على المستوى الإداري، بصير طبعا عملة نادرة وثمينة بهذه المنظمة، لأنه بده يطلع لها أفكار، بده يطلع رؤى جديدة بتساعد على نجاح هذه المنظمة. عادة عملية التفكير الاستراتيجي تركز على الكيفية، يعني كيف بدي أولد هذه الأفكار، كيف بدي أولد هذه الخطط، كيف بدي أرسم هذه الأهداف وهكذا. فهون عم نحكي الوات بالتخطيط الاستراتيجي مقابل الهاو بالتفكير الاستراتيجي. طبعا التفكير الاستراتيجي دون التخطيط الاستراتيجي بيكون عملية فكرية ذهنية ما بيؤدي إلى نتائج، يعني بس أنا بفكر استراتيجيا، وإذا فكرت استراتيجيا ما بيطلع عندي نتائج عملية على الأرض. إذا ما رحت اتجهت لعملية التخطيط الاستراتيجي، فبتكون عملية التفكير الاستراتيجي أهم رافد لعملية التخطيط الاستراتيجي، يعني ترفضها بالأفكار، ترفضها بالأحلام، ترفضها بالاستراتيجيات الجديدة، بينما التخطيط الاستراتيجي هو اللي بيعطي شكل، اللي بيعطي صورة، اللي بيعطي هذا الهيكلية للخطة، اللي بينتج عنه الخطة. هون بنكون عم نحكي عن ستراكشر أكتر، بنكون عم نحكي عن هذا الكيان القائم اللي مبين صار ملموس قدامنا، بينما عملية التفكير هي عملية ذهنية، يعني هذه ترفض تلك وتلك تعطي شكلا للأولى وهكذا. هون الفرق بين strategic planning و strategic thinking. الآن تنظيم مخرجات التفكير الاستراتيجي، مثل ما حكيت أنا هلأ أنه عملية التفكير الاستراتيجي بحد ذاتها يعني عملية ذهنية، ترف معلوماتي الواحد ممكن يمارسها أنه رياضة ذهنية، ولكن إذا ما انتقل إلى تنظيم هذه المخرجات ما بيطلع عنا الهيكلية. هون بيجي موضوع التخطيط الاستراتيجي، هون بيجي موضوع الانتقال من التفكير والإبداع والتأمل إلى عملية التنظيم، تنظيم هذه المعلومات وهذه الرؤى. يعني بنتقل يكون هذا القائد أما هذا المدير عم بفكر استراتيجيا، بده يوصل لمرحلة أنه ينقل هذه الأفكار لموضوع التنظيم، ينقلها. هون ببلش احكي عن موضوع التخطيط الاستراتيجي، هون ببلش حط رؤيتي للسنوات القادمة، سواء رؤية شخصية أما رؤية منظماتية أو رؤية مؤسساتية أو رؤية للحكومة، برسم الأهداف التي تنبثق عن هذه الرؤية، بحط شو هي استراتيجيات النجاح، شو هن استراتيجيز اللي بيساعدوني أنه أنتقل إلى تحقيق هذه الرؤية، بحط الخطة التنفيذية، بحط كيفية المراقبة والتحسين المستمر وكيفية قياس نجاح هذه الأهداف. هون عم شوف أنه انتقلت من العملية الفكرية الذهنية الخالصة اللي هي التفكير الاستراتيجي إلى العملية الهيكلية، العملية الملموسة اللي بده ينتج عنها مخرجات. وبعد موضوع التخطيط الاستراتيجي بتجينا الخطط التنفيذية والبرامج والمشاريع وغيره من الأمور العملية. لهون بيدخل معنا موضوع التكتيك اليومي والتكتيك الأسبوعي والشهري وغيره من الأمور التنفيذية. الآن أعطي يعني تمرينا عمليا في التفكير الاستراتيجي، كيف الواحد بيمارس مثلا؟ هلأ إذا قلت له الواحد عود فكر استراتيجيا بمنظمتك، شو بيعمل مثلا؟ مثلا تمرين عملي، أولا بدك تضع لائحة بالاتجاهات والعوامل الخارجية وتنظر كيف تؤثر على المنظمة. يعني افترضنا هذا القائد بحط قدامه العوامل الاقتصادية، شو عم بصير بالاقتصاد حولي، العوامل الاجتماعية، شو عم بصير مثلا عم بزيدوا الشباب، عم بزيدوا المسنين، كيف فيني، عم بزيدوا الإناث والذكور، شو عم بصير بالمجتمع حولي، العوامل السياسية، في تشكيل حكومة جديدة، الحكومة الجديدة شو هي خططها، شو هي أجنداتها، كيف فيني أنا يعني حط مؤسستي تتوافق مع خطط الحكومة الجديدة، العوامل التكنولوجية، البيئية، التشريعية. فبيحط هذا المدير أما القائد اللي بده يمارس عملية التفكير الاستراتيجي بيحط لائحة بكل هالاتجاهات. طبعا بده يفصلها، يعني حاطط العناوين العريضة هنا، بده يحط بالاقتصادية هاي الاتجاهات، بالاجتماعية هذه الاتجاهات الموجودة، بالتكنولوجية هذه الاتجاهات الموجودة، وبيحاول يجيب على هذه الأسئلة أنه كيف يمكن لهذا الاتجاه الموجود افترضنا اجتماعيا أما اقتصاديا أنه يؤثر على العملاء الحاليين للمنظمة،
كيف يمكن لهذا الاتجاه انه يؤثر على الاعمال الاساسيه الحاليه على الكور بزنس يعني تبع هالمؤسسه؟ كيف بده يؤثر عليها؟ بده يغير الكور بزنس، بده يظهر منتج عن الخدمه، بده يفوت منتج جديد على الخدمه، بحاول يسال. يعني حكينا نحن اول شيء اول ممارسه بعمليه التفكير الاستراتيجي هي طرح الكثير من الاسئله. كيف يمكن لهذا الاتجاه الجديد انه يدخل لك عملاء جداد؟ مين هن العملاء المحتملين؟ اذا رحت شفت التغيرات الاجتماعية، مين هن العملاء المحتملين اللي رايحين يجوا لعندي؟ شو رايحين يعملوا المنافسون بهذا الاتجاه الجديد؟ كيف رايحين المنافسون عم يبنوا استراتيجية يعني ليوائموا أعمالهم مع هذه الاتجاهات الجديدة؟ قديش سرعة هذا التطور؟ قديش سرعة هذا الاتجاه؟ قديش بدي أنا أعطيه أولوية واهتمام لهذا الاتجاه لأنه ممكن يسبقني هذا الاتجاه ويحطني خارج السوق؟ يعني طبعا هذه الأمور تنطبق ايضا على المواضيع الامنيه والعسكريه والحكوميه، انه في الجيوش مثلا نزول اسلحه جديده، يعني الاعداء يتدربون على ممارسات جديده، اين تضعني هذه الامور مع الحكومه والدفاع والجيش اللي عندي؟ كمان بده يطرح على نفسه سؤال القائد، ما هي مخاطر الالتزام بهذا الاتجاه؟ وما هي الريوردز المكافآت؟ يعني إذا أنا رحت التزمت بهذا الاتجاه من الممكن أنه يكون التوقعات اللي عندي خاطئة، قديش بدي أخسر إذا كانت توقعاتي خاطئة؟ إذا كانت توقعاتي صحيحة قديش ممكن أربح وإجني وأحفظ هذه المؤسسة؟ فهم بنشوف أنه التفكير الاستراتيجي يبدأ بطرح الكثير من الأسئلة، ينظر إلى الواقع الحالي، ينظر إلى المتغيرات، ينظر إلى البيئة الحالية والخارجية لهذه المنظمة، ينظر إلى الوضع الفردي ويبدأ بطرح كل هذه التساؤلات يعني المشروعة في سبيل تحقيق تقدم لهذه المنظمة. هذا تمرين في عملية التفكير الاستراتيجي. طبعا من الممكن الواحد يحط أسئلة غير هالأسئلة يعني نابعة من صميم العمل اللي هو عم يشتغل فيه. طبعا بخلاصة هذه المحاضرة اللي حبيت أحكيها عن التفكير الاستراتيجي، التفكير الاستراتيجي هي طريقة حياة. يعني ما فيني اليوم أنه أنا مارس التفكير الاستراتيجي هلأ لساعة وبعدين أنسى موضوع التفكير الاستراتيجي. بدي أتبنى عقلية التفكير الاستراتيجي، بدي أتبنى هالممارسات الأربعة اللي حكيتهم أنا، أنه يصير أطرح كتير من الأسئلة، يصير عندي موضوع الكريتيكال ثينكينج، التفكير النقدي، يعني ما أقبل المسلمات أنه أرباح هذه المؤسسة هالقد كذا، أنه خدمات هذه الحكومة هذه هي خدمات الحكومة. بديش أقبل دغري المسلمات، في طريقة لأني حسنها، في طريقة لأني طورها، في طريقة لحتى زيد عمالة أما نقص عمالة، دخل أنظمة جديدة وإلى ما هنالك. فعملية التفكير الاستراتيجي هي عملية مستمرة، يعني بتصير جزء من حياة هذا الفرد، جزء من حياة هذا القائد إذا كان فعلا بده يرتقي بالسلم الإداري والسلم القيادي، وإذا كان فعلا حابب يقدم هالمنظمة وهالمؤسسة إلى الأمام ويدفعها ويحميها من المخاطر على المدى الطويل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.